تواصلنا يستمر مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، هكذا نسير مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وهو شوطنا الرابع في تعداد أشواطية هذا اليوم الخاص بفئة الجعدان. نسير إلى المقدمة ونتابع الصدارة والمركز الأول، وها هو يتقدم هنا أيضا على الصدارة الأولى والمركز الأول في هذه اللحظات. يتقدم هنا أيضا الكايد علي بن محمد بن يابر الحربي شعار الشقية، بينما أتابع الوصول على المركز الثاني وأشوف هنا الانطلاق من قبل الأبجر سعيد بن محمد بن سلطان العويسي، بينما في المركز الثالث هنا الوصول في هذه اللحظات يتقدم مشاهدين الأعزاء اللي هو دالوب لعلي بن سعيد بن الخميس الحربي، بينما في المركز الرابع على الوصول في هذه اللحظات من قبل مريف لسعيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي، ولكن عوده الى الصداره، عوده الى المركز الاول، الى المقدمه الاولى، وها هو الابجر، على الصداره الاولى، على المركز الاول لسعيد بن محمد بن سلطان العويسي، ولكن هنا من الجانب الاخر يتقدم مريف، لسعيد بن مبارك بن قحيص الاكتبي، يتقدم في هذه اللحظات وغير الى الصدارة، غير الى المركز الاول. الله يا مريف، هو مريف بدا يغادر عن الجعادين، بدا يغادر الى الفوز، الى الانتصار. سلام الى سعيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي على تألق وتفوق مريف بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس، بينما وصل في المركز الثاني ها هو مشاهدي الاعزاء الابجر لسعيد بن محمد بن سلطان العويسي المركز. الشوط ايضا المركز الثالث، وصل فيه مشرف لسالم بن راشد بن نايع الغفلي. هكذا مشاهدين الاعزاء ومتابعين الكرام نتيجتنا للثلاث المراكز الاولى. التوقيت الزمني عطنا دقيقتين وست ثواني. تهانينا لمالك مريف سعيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي، تهانينا لجميع الفائزين.